فقدت الذاكره؟ اكيد ما فقدتش الذاكره. في مسجات كثيره على الصفحه بتسالني ايه هي قصه الاغنيه. الحقيقه ده ما كانش السبب الوحيد، بس السبب الاساسي ان في ناس سالتني انت فقدت الذاكره بجد؟ هل انت فعلا فقدت الذاكره؟ حسيت ان الاي كيو بتاع الناس اللي بتتابع الصفحه بعافيه شويه، فقررت ان انا اعمل الفيديو ده علشان اقول لهم ان انا ما فقدتش الذاكره فعلا وان ده كان كلام بس. كنت مرتبط بواحده، انفصلنا عن بعض، وكان نفسي اقول لها ان انا مش فارق معايا، انا مش فارق معايا، فقررت ان انا اقول لها انا فقدت الذاكره من ناحيتك، مش فاكر اي حاجه ليكي، مش فاكر اي حاجه بينا، انا فقدت الذاكره من ناحيتك تماما. بعد ما خلصت الاغنيه، عملت الاغنيه وغنيت الكوبليه الاولاني، خلصت الكتابه بتاعته يعني، وخلصت الموسيقى بتاعته، قلت خلاص انا هعمل الكوبليه التاني لما يجي وقت تنفيذ الاغنيه واجي اوزعها وكده. الكلام ده احنا انفصلنا في شهر 7، في شهر 9 قابلتها صدفة، وازيك وعاملة ايه؟ تمام كويسة؟ كويسة. خلصت الخروجة بتاعتي وانا ماشي لقيتها هي واصحابها مروحين، قلت لهم طب تعالوا اوصلكم في السكة، اخدتهم وصلتهم. صحابها نزلوا، هي كانت لسه في العربية، قمت خدت العربية وطلعت بقى بيها. حركات رشدي أباظة في الستينات. كان نفسي اسألها اذا كانت ارتبطت بحد ولا ما ارتبطتش بحد، بس حسيت ان السؤال هيبقى مباشر قوي، فقلت لا انا اقولها بطريقه احسن شويه. قلت انا اسالها انتوا عاملين ايه؟ عاملين ايه سوا؟ فسالتها عاملين ايه سوا؟ قالت احنا كويسين. قلت كويسين؟ يا نهار ابيض، يعني هي دلوقتي مرتبطه بحد؟ يا جدع سعيده انت يعني؟ قالت كويسه. كان نفسي ان انا امرك بالعربيه وافتح الباب تدقلج هي في الشارع تقع على وشها ولا حاجه واخلص منها وامشي، بس طبعا عملت نفسي بارد، اخدتها رجعتها، طب يلا مع السلامه وبستي بقى يا حلو مش عارف ايه وبتاع، يلا بقى غور الستين ده. وحسيت ساعتها ان انا متضايق جامد، فكتبت الكوبليه التاني من الاغنيه. الكوبليه التاني مختلف كتير جدا عن الكوبليه الاولاني. الكوبليه التاني من الاغنيه باين فيه جدا ان انا كنت متاثر بالموضوع ده. ده انا فقدت الذاكره ارجوك بلاش تيجي تفكرني، ده انا لما عيني شافوك لقيت قلبي بيوجعني. ما تسالنيش عشان ما اضطرش اكذب اقول، بعادك عني كان شيء سهل كان مقبول، وانا بعدك بقول يا خساره مش معقول تكون ايامنا في ثواني. فالكوبليه ده لما خلصته قلت لا انا لازم بقى اعمل الاغنيه وانزلها، وعملت الاغنيه فعلا ونزلتها. انا فقدت الذاكره ارجوك. استفيد بقى من الاغنيه دي ايه؟ استفيد ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان حركات رشدي أباظة خلاص ما بقتش تنفع، انسى حركات رشدي أباظة. الحاجه الثانيه ان معظم البنات جزم يعني زباله، شهر شهرين ثلاثه هتلاقي واحد تاني وهتبقى مبسوطه ومفيش مشاكل عندهم. الحاجه الثالثه اللي نستفيدها برده من الاغنيه ان انا ما فقدتش الذاكره تماما، وما عنديش اي نوع من اي فقدان ذاكره. السؤال بقى اللي انا عايزكم تجاوبوا عليه تحت هنا، هل تعتقد ان انا فقدت الذاكره بالمعنى اللي في الاغنيه ولا ما فقدتش الذاكره بالمعنى اللي في الاغنيه؟ اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك، تابعوا الشانل بتاعت لو عايزين تعرفوا اذا كنت فقدت الذاكره فعلا ولا لا، باقي الاغاني وباقي القصه وباقي قصص تانيه حتى. سلام.